يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد، مكملين صباحنا معكم مع فقراتنا الحوارية. ودائما للرياضة هيدي الخصوصية بصباحاتنا، عم بتكون حاضرة الرياضة وبقوة من خلال صبايا وشباب اللاذقية اللي هن دائما متجددين ومواكبين لأي شيء رياضي. عم بيكون رياضة الأزرع رياضة قديمة نوعا ما، وعم تلاقي رواج خلال السنين الفائتة، وحاليا عم بيكون في صبايا حتى مشاركين بهيدي الرياضة. أيضا رياضة الملاكمة تعد من الرياضات القتالية اللي عم بتلاقي رواج بين الصبايا والشباب، وعم بيكون إلى هيدا الحضور بكافة الفعاليات الرياضية. لنحكي عن هذه الرياضات وأثرها الجميل، بيسعدنا يكون معنا الحكمة البطلة والمدربة نغم رجوب. يسعد صباحك، أهلا وسهلا بحضرتك. كيفك نغم؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا، يسعد صباحك. اهلا وسهلا، نورتينا. مثل ما حكت فاتن، انت حكم ومدرب وبطل جمهوريه، بدنا نتعرف عليك اكثر يا نغم. اسمي نغم رجوب، مدربه وحكم ملاكمه، بطل جمهوريه ملاكمه ومصارعه ازرع. تمام. احكي لنا عن دخولك لهذا المجال، يعني نعرف دائما الصبايا وجودهم بهيك رياضات هو كان من الماضي شيء غريب، ولكن حاليا عم نشوفهم بقوة وحاضرات وأيضا بطلات، يعني بيكونوا بالمراكز المتقدمة. ايه بالضبط. هلا انا بلشت بالملاكمة من عام 2017، ما صار عندي مشاركات بالبطولات لعام 2022. اخذت ميدالية برونزية ببطولة السيدات اللي اقيمت بدمشق بالشهر الخامس. تمام. بالنسبة للتدريب والتحكيم، أنا أخذت شهادة تدريب بال 2022 كمان، وحكمة هلا صرت درجة ثالثة. حلو. طبعا نحن كدرجة ثالثة بنحكم ببطولات المحافظة كقاضي حلقة. لاحقا ممكن نحن نحكم ببطولات الجمهورية لما نترفع بالدرجات كحكام. نغم حلو، بس فكرة عم تحكي أنت مصارعة أذرع، نحكي أكثر عن يمكن الملاكمة منتشرة أكثر، ولكن مصارعة الأذرع يمكن ما كثير منتشرة، نحكي عنها أكثر نغم. مصارعة الأذرع شاركت فيها بالصدفة والله. شفت بطولة المحافظة كانت بال 2022، كنت رايحة على التمرين وشاركت. كان الأستاذ حيدر رجوب الحكم الدولي هو مدير نادي الشرطة، شاركت عن طريقه وأخذت مركز أول وقتها بأول مشاركة لي. بعدين تتالت المشاركات وعلى طول عندي مركز بالبطولات. آخر بطولة أخذتها كانت الفترة الماضية بطولة الجمهورية مصارعة أزرع، وأخذت مركز أول كمان. هلأ هي منعرفها كبطولة أو كتكنيك كبطولة منعرفه، ولكن هي بدها كمان يعني تمارين تانية تقوي عضلة الإيد. أي طبعاً، للسواعد بهيدا العزم بيقوله. تمام، هو العزم له علاقة، بس هي كمان لعبة فنيات. تمام، نحكي تفاصيل وتكنيك أكثر عن هذه اللعبة. معروف بين الناس أنه هي اللعبة إلى قواعد. تمام. إلى قوانين، في فنيات معينة، في وضعية جسم معينة أنت لازم تكوني أخذتيها، في تمارين كمان لحتى الواحد يقوي السواعد، لحتى يقوي العضلات كمان، الباي، التراي كمان، مثلا عضلة الكتف لها علاقة. الطريقة اللي بيميل فيها اللاعب لما هو عم يلعب مع الخصم، طريقة المسك كمان في إلى قوانين. اللعبة منتشرة بس الناس مو سامعة فيها، الناس ما كتير فيها هيدا الانتشار الجماهيري. خليني أقول هي اللعبة قديمة وكان في بطلات. تمام. فيها قبل حتى ما أنا شارك. تماما. شو اللي حسيتي بميزة لهيدي اللعبة نغم؟ حماسية وتنافسية جدا، يعني حتى لو ما ببين هيك بس أوكي. هي كتير حماسية، كتير تنافسية، كتير خاصة بالرجال أكثر. بالرجال. إذا بدنا نقارن بين مصارعة الأزرع والملاكمة بالنسبة لنغم، ولا كل شيء، كل لعبة وإلى قوانينها ومحبتها عندك مثلا؟ كل لعبة إلى خصوصيتها عندي. تمام. بس الملاكمة غير. الملاكمة غير. صار لك من 2017 عم تلعبي ملاكمة؟ حلو. تمام، كان إلى دور كمان بأنه أنت إلى دور كتير كبير بأني أربح بالمصارعة الأزرع، كتير كتير كبير، لأنه تمارين الملاكمة بدها قوة، بتعطي كمان، بتزيد التحمل عند اللاعب. تمارين الملاكمة كتير، يعني معلش، هاي ايدي وهي ايدي. صحيح. تماما، هيدي الفكرة. نروح على حكم. هلا بدك معرفة كتير كبيرة بقواعد اللعبة، عدا عن هيك يمكن الضغط اللي بيصير سواء من قبل، يمكن احيانا بيكون في جماهير عم تحضر هيدي اللعبة، سواء من المتنافسين. عم اقول كيف ممكن نحن هيك نحط حد، كيف ممكن الواحد عن جد يكون حكم؟ انا بحس كتير صعب، يمكن سهل انه يلعب ملاكمة بس صعب يكون حكم بالملاكمة. تفضلي. الواحد بده يفصل بين انه اول شيء يكون حكم حلقة وبين انه قاضي. تماما. حكم الحلقة لسه مهمته اصعب.
تمام. قاضي الحلقة هو المسؤول عن، هن بيكونوا 5 قضاة حول الحلقة، هن اللي بيسجلوا النقاط للاعبين. تمام. بدك تكوني بكل حواسك مركزة مع اللاعب، منشان نحن بنعد النقاط يعني للاعب، ونحن بنعطي بعدين اللاعب يعني بنعطي اللي فاز واللي خسر للحكم، وهو بيقدمه للجنة لحتى يقرروا من اللي فاز. فبدك تكوني مركزة بعيونك بكل شيء مع اللاعب، تعدي النقاط كل شيء. قوانين كمان، قوانين مثل ما بنعرف، نحكي عن قوانين هيدي اللعبة، يعني قوانين صارمة الملاكمة تماما. طبعا في أماكن محددة للضرب من منبت الشعر لعند الذقن، حاليا صار مسموح الضرب على الحنجرة بهي المنطقة كلياتها، لعند الكتفين لتحت، لفوق السرة. تحت السرة ممنوع الضرب، على الكليتين ممنوع الضرب، على خلف الرأس ممنوع الضرب. الضرب بيكون بالعقل الأمامية للأصابع بهيدي المنطقة، ممنوع الضرب بهي المناطق أبدا، ممنوع مثل ما بنسميها التطويح أو الشلف، ممنوع. لازم تكون اللكمة تحمل وزن الجسم كاملا، تكون صحيح فنيا لحتى تحسب. تمام. يعني هون يمكن مو اي ضربه بتنحسب، القاضي ما بيحسب اي ضربه. لازم تكون صحيحه وتحمل وزن الجسم كاملا. تماما. مثل ما ذكرت، وعلى المناطق المسموح فيها بالضرب، يعني على الايدين هو مسموح بس ما بتنحسب نقطه. تمام. ليه؟ شو ما بتنحسب قوانين اللاعب ما بتنحسب. هون اللاعب لما يعمل دفاع، تمام، لما يغطي ممكن ياكل ضربه هون. بس ما تحتسب. كمان طريقه حمايه اللاعب لنفسه ووقوفه يعني مقابل الخصم، هيدا كمان لها تكنيك معين ولها قواعد معينه. لازم يكون حامي منطقه الوجه اكيد. هلا في اول شيء اللاعب بكل الفئات العمريه عدا الرجال بيكون لابس واقيه راس لحتى يحمي الراس، بيكون لابس واقيه اسنان. السيدات عندها واقية صدر، الرجال عندها واقية مقتد. غير هيك بيكون لابسين قفازات الملاكمة وتحتها في ضماد أو بنداج بنسميه. وضعيته لحتى هو يحمي حاله، اليد اليسرى بتحمي الفك من هاي الجهة وبتحمي المعدة، اليمنى بتحمي الفك من هاي الجهة وبتحمي الكبد. طبعا عديد من القواعد لازم يتبعها اللاعب والقاضي والحكم، خليني اقول لحتى تطلع هذه المنافسه الشريفه ضمن الرياضات. العديد من المشاركات حضرتك قمت فيها نغم، اكيد نحن في عندنا استعدادات لمشاركات ثانيه. شو عندنا هلا بالاستحقاقات بالمراحل المقبله نغم؟ ان شاء الله احتمال اني اشارك ببطوله السيدات بالملاكمه السنه. حلو. بطوله مصارعة الازرع رح تصير كمان بالصيفيه مره ثانيه وصارت ببطولة الجمهورية، وإن شاء الله كمان رح يكون موجودة فيها. صار يعني صرت كثير مشاركة بمصارعة الأزرع، بس دائما بيكون فيك شغف إن شاء الله نشارك. هلا بيقولوا إنه ألعاب القوى يمكن محتكرة للرجال نوعا ما، صححين لنا ألعاب القوة. ألعاب القوة تماما، صححين لنا. مثلا الملاكمة حسيتي إنه لا لازم يكون فيها رجال أكثر، ولا كمان بتنصحي السيدات إنهم يمارسوها؟ ما دخل هلا هن حتى لو ما بدهم مثلا يشاركوا بطولات، هي كثير مفيدة على الجانب الشخصي. تمام. صحة. حتى إذا الواحد بيحب يخفف وزنه هي كتير مناسبة لهذا الأمر. كمان مشاكل الثقة بالنفس، ضعف الشخصية، كتير مفيدة لهذا الأمر. بالنسبة للأطفال وللسيدات، إذا طفل عنده مشاكل ما عم يقدر يتحكم بغضبه أو هيك، كمان كتير الملاكمة ممكن تساعد. طب بالنسبة للجسم السيدات، عفوا نافاتن، السيدات عندهم هوس بالجسم، ممكن تأثر رياضة الملاكمة على الجسم، شكل الجسم، ولا لا بتعطي شكل ظريف؟ بتعطي شكل حلو. تمام. جدا. هي كتير عمقلك بتأثر على انخفاض الوزن. تمام. لأنه لعبة قوية وتمارين قوية، بحاجة للياقة عالية كمان كتير. لعبة كتير صعبة بالنسبة للياقة، لازم الواحد يكون أخذ كل عناصر اللياقة البدنية لحتى يقدر يكون فينا نسميه حدا ملاكم. حلو. كتير حلو. وين حابة توصلي بهذا المجال نغم؟ هلا حاليا مشيانين بالتحكيم إن شاء الله. ان شاء الله يا رب نشوفك هيك حكم على مستوى العالم اذا حابه تكون. إن شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بالتوفيق يا نغم، نشوفك بالمستوى البطولات العالميه. يعطيكي الف عافيه. بالتوفيق. شكرا كثير لك. نورتي صباحنا نغم، ومشكوره لحضورك. شكرا لك.